السلام عليكم خويا. اذا ما بكاكش هذا الفيديو معناتها قلبك حجره. هذا شاب جزائري جا من الغربه ما لقى حتى واحد في الدار تاعهم، كيبوه كيمه ماتوا الله يرحمهم ان شاء الله، والله يسمح لنا من الوالدين. وراه يهدر بحرقه عليهم وبقهره كبيره، ان شاء الله ربي يصبره. والله يسمح لنا من الوالدين، وتهلوا في والديكم اذا راهم عايشين، والله يرحم اللي مات ان شاء الله. خليكم على الفيديو والسلام عليكم. شوفوا الموت اللي تخلي الخيام، هذا وين دخلت لدار ما بويا الله يرحمهم ويوسع عليهم. كيما على بالكم انا ما توفات في اوت 2023، يعني السيمانه الجايه تقفل العام اللي توفات، ومن موراها بثلاث شهور بويا مات الله يرحمه ويوسع عليه، يعني عنده تسع شهور من اللي مات. من داري كي نوصل الجزائر وندخل لدارهم نلقى بويا قاعد هنايا، نروح نسلم عليه، ومن بعد نجي هنايا للكوزينه نلقى مام طيبت لي كلاش مرقه والمقلي والمشوي والصلايط وكلش، ونجي هنايا للفريجيدير نشرب كاس عصير ولا جي ولا، والله العظيم فريجيدير تاعها كيما خلتها كيما راهي، ما كانش واحد اللي بغى يخاف فيها. ها ولا هذا المايس، هذا الفلفل المرقد، هذا دوك نقيسه راه في عين في الفريجيدير. ها ولا الطون تاع بويا الله يرحمه ويوسع عليه، الصوالح تاع الكاطو ما كانش واحد اللي بغى يخاف فيهم ولا، باسكو علاه؟ باسكو انا خويا بضاه وخويا صغير في غزه وانايا في فرنسا. والله العظيم يا جماعه ريحتهم راهي هنايا، سبحان الله. يا عنتكم هذا الجلدوش وصوالحهم، يا هذا تاع بابا الله يحماه ويسع عليه، والله العظيم الا كان يديره ها هو انا صوالح وكلش، يعني الدار ما تبدلتش. على بالكم باللي نهار الاول تاعي هنايا في الغابه، راني في الغابه قسما بالله راني في الغابه، على بالكم راني عطشان ما لقيتش الماء، دوك الا نخرج نشري الماء من داري هي اللي تراويني، وراني جيعان والله من داري نجي نلقى حاجه ناكلها وكلش. دوك غادي العشاء الاول تاعي غادي نتعشى البيتزا، شو اللي غادي يطيب لي؟ وشو اللي غادي يعاضني؟ وشو اللي غادي اي هذه ماشي ضحكه ولا ابتسامه ولا، هذه اسمها القهر. نتمنى من الناس اللي راكم في الغربه وراكم بكواغاتكم، هودوا للبلاد، هودوا شوفوا والديكم، هودوا شبعوهم، وهودوا شوفوا بلاصكم، والله العظيم الا تندبوا قسما بالله. عرفتوا الغبره؟ ما كان شافت الغبره كيما هكا وكا قلبها حبس، هي كتموت على النقا وتموت، يا مسكينه يا عرفتوا والله العظيم. اي الماعين تاعها اي ماعين تي واحد كيما راهم، كنت كتبغي ماعين وكانت تحط لي هذوك الكيسان المشقومين، كنت ندابس معاها نقول لها كاع الكيسان اللي عندك وكيفاش تحطي لي المشقوم ومنا ومن ايه، والله العظيم. اي عسكو 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 هو انا روتيلا. اي ربي راكم تشوفوا في روتيلا هاي القاع تاع الماء وكلش، يعني حتى واحد ما شاف. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. اي ما تشوفونيش راني نضحك ولا راني منا ولا، والله العظيم الى هذه الابتسامه تاع القهر.